اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد غاتو كلاصي بمذاق الشوكولاته والكراميل. كيجي راقي في المنظر ورائع في المذاق، بكم مكونات اقتصاديه بدون جيلاتين او بدون بيض او بدون حليب. فاول طبقه اللي غنحضر لهاد الكلاص هو الكيك، اللي غيكون كيك اقتصادي. اللي غنحتاج فيه ملعقه كبيره من الكاكاو الاسود، وثلاثة الملاعق كبيرة ديال الدقيق، يكون ممتلئين بهذه الطريقة. وعندي هنا قبصة ملح، وغنحتاج أيضا ثلاث ملاعق ديال السكر السنيدة اللي كنديرهم هكا في الغربال، وواحد كيس خمارة من فئة 7 غرام، وكنغربلهم باش يحيدوا لينا دوك الطروف الكبار ديال السكر. كنخلطوا هاد النواشف، ومن بعد غنزيدوا عليها السوائل اللي عندنا 3 ملاعق كبيرة ديال الزيت، يعني زيت المائدة. وهنا عندي 9 ملاعق ديال الماء. بالنسبة هنا الماء، بغيتي تعوضي الماء بالحليب يمكنك تعوضي بالحليب، ولكن كتجي بالماء أيضا كتجي رائعة. كنخلطوا هاد المكونات حتى كنتحصلوا على هاد الخليط، يعني تقيل شوية كما كتشوفوا، إلى هزينا كيطيح كيبقي طراسة لينا داك الخيوط. وكنزيدو هنايا ملعقه صغيره ديال الخل. بالنسبه للخل اختياري، يعني هو كيزيد في الهشاشات ديال الكيك. وكنديروه فوق النار. هنا عندي كما كتشوفوا عندي داك اللي كيهز شويه المقلاة، يمكن لك تستعمليه اولا تستعملي ديك الطبله ديال الطاجين، اولا كديري شي مقلاة ثقيله، ديك المقلاة الولديه عاده كتحطي عليها المقلاة ديال الالتصاق ديالك، وكنخليها حتى كتسخن عند هنا بشويه الزبده، ونخوي عليها الخليط ونغطيه بغطاء. الا كان الغطاء غيوصل لينا الكيك، كندهنوه حتى هو بشويه الزبده، ونخليوه لمده 10 دقائق حتى تكتسب لينا نشفات من الفوق. وكنقلبوها فقط باش تنشف لينا مزيان من التحت، من يعني من الفوق او ثاني تنشف لينا مزيان. كنقلبوها بشويه على هذا الكيك، لان كيجي هشيش بزاف، يعني كيجي رطب بزاف، خصوصا الا درتي فيه الخل فهو كيجي رطب بزاف. هنا غندوزو الطبقة الثانية اللي غنحضرو ديال الكراميل، اللي غنحتاجو فيها ملعقة كبيرة ديال النشا. هنا عندي ياغورت طبيعي، علبة من ياغورت طبيعي، كنخلطوهم بجوج بهذا الشكل. وغندوز فوق النار اللي درت عليها مقلاة، وغندير فيها كأس ونصف تاع السنيدة. هنا الكأس عندي ديال العنبة اللي كنعبر به. كنخليو داك السكر ديالنا كنصبرو عليه حتى كيذوب تماما، وكنزيدو عليه هنايا كأس من الماء، يعني الماء عادي من الصنوبر اللي كنزيدو فيه تدريجيا، ونبقاو نحركو حتى كتمشي لينا ديك الكتله ديال الكراميل، لان ملي كنزيدو الماء بارد كيتجمع لينا. وملي كيدوب لينا تماما كنزيدو هنايا داك الياغورت والمايزينا، يعني النشا اللي خلطنا من قبل. بالنسبه هنا للدور ديال النشا والدانون الطبيعي، فهو كيختار لينا هذا الخليط. يمكن لك تعوضيه بالكريمه السائله، وكنزيدو ملعقه صغيره ديال الزبده حتى كتذوب ديك الزبده، وكيبان لك الخليط ديالك تقال شويه. كنزيد 4 قطع من الشوكولاته السوداء، هاد الشوكولاته هي اللي كتجمد لينا هاد الخليط، يعني كيشد راسو. ونزيد 100 غرام تاع الكاوكاو اللي حمرته وهرمشته باش يعطينا القرمشه. وهنايا هذا الكيك ديالي اللي كنسقيه هكا بالحليب او السيروم او يعني اي مشروب غازي عندك، كتسقيه مزيان. وكنزيدو عليه داك الكراميل. هنا الكراميل كيكون باقي سخون، هذه هي الطبقه المقرمشه ديالنا في هذا الكيك، كيكون باقي سخون. وكنزيدو على داك الطبقه ديال الكيك اللي كندير عليه هاد السيركل، كيجي على قد ديك الطبقه تاع الكيك. وهنايا عندي الشوكولاته 100 غرام تاع الشوكولاته اولي، و100 غرام تاع الشوكولاته بالكاكاو، وعندي نصف لتر تاع كريمه هولالا. هنا غنحطو لاموس ديالنا اللي درت هنايا 100 غرام تاع الشوكولاته السوداء والشوكولاته اولي، وسخنت ودوبتهم. وهنايا سخنت 100 غرام تاع الكريمه، يعني غير كدفيها، وكنزيدها على داك الشوكولاته اللي حتى هو دوبته. ونخليو هذا الخليط ديال الشوكولاته حتى يبرد لينا تماما، وكنجيبو ما تبقى لينا ديال الكريمه تولالا اللي غنطربها بالطراب اليدوي فقط، لان بغيت ليها غد دومي مونطي، يعني ما نطلعهاش مزيان، لان هذه لاموس ماشي الكريمه. وكنزيدو عليها داك الشوكولاته اللي كنت حضرت من قبل مع الكريمه السائله، من بعد ما تكون بردات تماما. وهنا هذا الكيك ديالي من بعد ما برزت هو تماما وشد راسو داك الكراميل، كيجي بهذا الشكل. وكنحيدو الجناب ديالو باش يعني
كنحيدو داك الكراميل من الجناب تاع داك السيرك باش نحلو داك السيرك، لان غنحلوه حتى يجي على قد ديك الصفيحه اللي لتحت. جينا الحشوه والكريمه فقط من الوسط كما كتشوفوا، كنخليو الفراغات من الجناب. يمكن لك تستعملي هاد، يعني هنا استعملت انا القاعده ديال داك المول اللي كيتحل، اولا تستعملي داك الكرتون ديال الحلويات. وهنا كنعمر الجناب ديال داك الكيك وداك داك الكراميل، كنخلي واحد سنتيم تقريبا ولا واحد سنتيم ونصف من الجناب باش نخشيو فيه داك الكريمه، وكنديروا الكريمه الاخرى من الفوق بهذا الشكل، وكنليسيو ليها الفوق الوجه ديالها ونديروها في المجمد تبات، يعني في المجمد حتى كتجمد لينا هاد لاموس تماما. وهنا غندوز نحضر الكلاصاج، يعني من بعد ما كتجمد لك هاد الكريمه عاد كتحضري الكلاصاج اللي غنحتاج فيه كاس الا ربع تاع السكر السنيده، ملعقه كبيره ديال الكاكاو من نوعيه جيده اكيد، هنا نصف كاس تاع الزيت، الكاس دائما كاس العنبه، وهنايا كاس الا ربع تاع الماء اللي كنزيدو تدريجيا. هنا عندي كاس الا ربع تاع الماء كنزيدو تدريجيا ونخلط داك الكاكاو باش ينسجم لينا تماما هو وداك السكر يذوب لينا حتى هويا، ونديروه فوق النار ونبقى نحرك، يعني نحركو من بعد ما كيبان لينا داير لينا هاد الكشكوشة، يعني كنبقاو نحركو لمدة 3 دقائق تقريبا بعد الغليان حتى كيبان لينا ان ديك الكشكوشة كلها مشات وكيبان لك تقال. وهنا غنزيدو 6 قطع من الشوكولا اولي باش كيشد لينا هاد الكلاصاج. بالنسبه للشوكولاته هنا عندي 60 غرام، يعني 6 القطع ما يعادل 60 غرام، وكنصفيه باش نحيدو منه يعني الا فيه شي حبيبات، وكنجبدوا الكاطو ديالنا من بعد ما كتكون الكريمه ديالنا جمدات تماما. والكلاصاج كيكون بحراره المطبخ فقط، كيكون حتى هو برد، هنا كيبان لك كيخرج البخار، هذا البخار ديال يعني ديال المجمد حيت الكريمه جامده، يعني هنا فقط بارده ليا انا ماشي جامده، لان ما خليتهاش ما عطيتهاش حقها في المجمد. وكنليسيو داكشي اللي كيتخوى لينا في اللارت كنعاودو نديروه للجناب باش يعني يعني باش يتغطى لينا كاع الجوانب بالكلاصاج. وهنا غنحضر التزيين اللي خديت هنايا ورق الزبده وذوبت شويه السكر، يعني السكر فقط ذوبته فوق العافيه، ودرت عليه الكاوكاو، هنا كاوكاو المهرمش، يعني غير السكر فقط. هنا عندي تقريبا نصف كاس تاع السكر كديري فوق العافيه حتى كيذوب لك تماما. وايضا عندي هنا الشوكولاته اللي حتى هي ذوبتها فوق النار ودرتها بهذا الشكل، وحتى هي نفس الشيء غندير عليها الكاوكاو المهرمش. بالنسبه لهاد القطع غنستعملوهم في التزيين، هاد القطع ديال الكراميل والشوكولاته. وبالنسبه للجوانب تاع الكيك فغنستخدم هاد الشوكولاته البيضاء اللي درتها بهذا الشكل، وغنديرها للجوانب تاع الكيك، نغطي بها جميع الجوانب تاع الكيك، وكنديروا كندير فيه خطوط من الشوكولاته البيضاء بهذا الشكل. يمكن لك تزيني نتيا كيف ما بغيتي الكاطو ديالك انت والاختيار ديالك. بالنسبه لهذا الكاطو فتقام ليا ب 40 درهم، لان كما كتشوفوا الشوكولاته والكريمه السائله كتجي شويه طالعه في الثمن، ولكن بالنسبه لصاحبه المشاريع فهاد الكيك فيه اكثر من كيلو تاع في الوزن، يعني كيلوغرام، فغادي يمكن لك تبيعي حتى 100 و120 درهم. بالنسبه انا ما خليتوش ما عطيتوش الوقت ديالو في المجمد، خليته فقط 4 ساعات، انت تخليه ليله كامله اولا تخليه حتى شهر في المجمد، حتى نهار كتبغي هذا كديري ليه الكلاصاج، فكيجي رائع في المذاق وفي المنظر ايضا. وبصحه والراحه.